السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinite Gaming، واليوم رجعنا لكم في برنامج أخبار بلا حدود. واليوم راح نستعرض لكم أهم الأخبار لهذا الأسبوع. عزيزي المشاهد، لا تنسى أنك تأخذ لك مشروب وبوب كورن وتريح وتستريح. لكل محبين هواتف هونر، أعلنت شركة هونر رسميا أنها سوف تصدر هاتف جديد الأحدث المسمى هونر X10 ماكس في 2 يوليو، وذلك بعد انطلاق هاتفها اللي هو هونر 5G في الصين الشهر الماضي. وقالت الشركة بعد انتظار فترة طويلة دامت أكثر من سنتين، والآن الهاتف سوف يأتي بشاشة كبيرة في عام 2020. وكانت المعلومات حول الجهاز هونر X10 بشاشة أكبر موجودة منذ بعض الوقت، وذكرت المعلومات السابقة أن هذا الجهاز سيستخدم شاشة كبيرة بقياس 7.9 إنش، ويدعم تدريج اللون اللي هو DCI-P3 مع بطارية كبيرة بالسعة تصل إلى 5000 ملي أمبير، داعمة للشحن السريع بقدرة 22.5 واط، ومكبر صوت خارجي مع ميكروفون في الجانب العلوي من الجهاز، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجهة الجانبية. عزيزي المشاهد، إن كنت تبحث عن هاتف قوي يصل بطارية إلى 5000 ملي أمبير وجهاز يدعم الجيل الخامس، فعليك بالهونر. هذا العدد تعلوت يا طيب، قاعدين نصوت ترى. لحظات نازل بوشينكي. لا كله منك يا جماعة الخير، وصلنا التسريبات من شركة ايسوس ROG، تلفون جبار يختص بالألعاب الثقيلة مثل الاحترافية والجيمز بشكل عام، لذلك هذا الهاتف يدعم 120 إطار. طبعا من ضمن المواصفات الهاتف، يأتينا الهاتف ROG 3، شاشة بقياس 6.6 بوصة وبدقة Full HD Plus ومن نوع AMOLED، تردد الشاشة 120 هرتز، بينما أشارت المصادر أخرى لقدومه مع تردد 140 هرتز أو توفيره في نسختين. في خلف الهاتف تأتينا ثلاث كاميرات بدقة 64 ميجا بكسل للمستشعر الرئيسي، الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل، معالج سناب دراجون 865 مع كسر سرعة إلى 3.9 جيجا هرتز، ما يصل إلى 16 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية، وكذلك ما يصل إلى 512 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية. يا طيب، ما خلص البطارية؟ وليد لا تهلكني، وبعدين كيف بيخلص البطارية والبطارية يدعم لغاية 6000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع بمقدار 30 واط، وكل هذا المواصفات تقريبا السعر بيجي مال 1000 US دولار. هل أنت من محبين شركة إنفيديا؟ وصلنا تسريبات من شركة إنفيديا لمواصفات الجيل الجديد من كروت إنفيديا RTX 3000. قام تقريرا جديدا على موقع فيديو كارد بذكر المواصفات المسربة للبطاقات الجديدة من إنفيديا، والتي ستحمل معها معمارية أمبير بدقة تصنيع 7 نانومتر، ومن المنتظر أن تشكل هذه البطاقات قفزة نوعية في الأداء من الجيل الحالي، لا سيما على صعيد المعالج تتبع الأشعة. فيما يتعلق بالبطاقة الرائدة RTX 3080، فمن المتوقع أن تحمل هذه البطاقة معها 10 GB من الذاكرة العشوائية، ومن غير الواضح إن كانت هذه الذاكرة ستكون من نوع GDDR6 أم لا. وقد تضمن بطاقة المعالج 4352 كودا نفس العدد المعالج بدقة 2080 Ti، أما بطاقة 3080 Ti والتي قد تحمل الاسم 3090 هذه المرة، فستتضمن 5248 معالج كودا وستزود 12 GB من الذاكرة العشوائية. أخيرا تأتي بطاقة RTX Titan مع معالج 5376 كودا و 24 GB من ذاكرة العشوائية. لغاية هنا نبقى في الانتظار الإعلان الرسمي من شركة إنفيديا. خلونا نشوف من فيكم يخطط لشراء كروت RTX 3000، اكتبوا لي في التعليقات. يا راعي جداي اطلع سم طال عمرك.
اهلا وسهلا لكل عشاق ستار وورز، اتينا لكم بلعبه جديده ستار وورز سكواد رانز، ستكون مخصصه للمنظور الشخص الاول. طبعا لعبه ستار وورز عباره عن لعبه جديده من شركه اي اي، وهو من استديوهات اي اي موتيف ستوديو لعنوان ستار وورز، المقرر صدوره بشهر اكتوبر القادم، وقد تم الكشف عنها رسميا الاسبوع الماضي. ومن خلال اللعبه سنخوض المغامرات داخل مركبه ستار وورز الشهيره بالمنظور الاول، ومن خلال المقابلة الجديدة مع المخرج الإبداعي للعبة لان فريزر، وبسؤال حول إمكانية خوض اللعبة بالمنظور الشخص الثالث، أكد أن اللعبة تم تصميمها من أساس كلعبة منظور الشخص الأول، ولذلك فالأمر غير ممكن. الهدف بجعل اللاعبين يعيشون دور قائد المركبة بكل واقعية. تم الكشف عن موعد صدور اللعبة واللي هو راح يكون بتاريخ 2 أكتوبر. أنا بصراحة متحمس كثير لهذا اللعبة، واللي راح يكون سعره على حدود 40 يو اس دولار. اكتبوا لي في التعليقات من فيكم متحمس لهذا اللعبة. الله عليك يا جداي. لعبة سكولي، طبعا لعبة سكولي يا جماعة لعبة فريدة وعجيبة في نفس الوقت، لأنها لعبة ألغاز ومغامرات لكل الفئات العمرية. طبعا لعبة سكولي هي عبارة عن لعبة تقوم فيها بدحرجة سكولي خلال عالم مليء بالعقبات، مع قدرتكم على التحول الى عدة اشكال ضخمة، يعني ممكن انك انت تكون ضخم، ممكن انك انت تكون صغير، وعلى حسب الاشكال هذه ممكن انك انت تعدي المراحل. طبعا من ناحية السكولي هو مصنوع من الطين، والتي يميز كل منها بقدر الخاص فيه. طبعا لعبة سكولي هي عبارة عن عدة سكولي، يعني ممكن في حجم كبير وصغير، وكل واحد له خصائصه. طبعا اللعبة حصل على استعراض لعب مطول يستعرض لنا عدة عواقب ومناطق مختلفة من احد المراحل. طبعا بتاريخ 4 اغسطس القادم هو موعد اصدار للحاسب الشخصي والاجهزة المنزلية من مايكروسوفت وسوني. عزيزي المشاهد صارحني، ايش رايك في الفيديو؟ اقول لك برو انزل انزل، انا مقول في بوشينكي بتوحي في لوت يا حبيبي. والاوترا كيف؟ لحظات يا حبيبي لحظات، خلينا نخلص الجيم على الاقل. عزيزي المشاهد اذا عجبك الفيديو لا تتبخل، اضغط لايك وسوي شير لاصحابك، واكتب لي في التعليقات وش من المواضيع اللي عجبك علشان نكثر من هذا الفيديوهات.